المصري اليوم عن نزوله كافة ميادين الجمهورية يوم السبت القادم 25 يناير لكي يعلي شأن مصر ويحتفل بالثورة المصرية ثورة 25 يناير بعد أن تخلصت من الإرهابيين وبعد أن تخلصت من أعداء مصر وبعد أن تخلصت من الخونة والعملاء الذين تعلقوا بالغرب أكثر من تعلقهم بتراب هذا الوطن. نحن نعلم من هنا أن الشعب المصري ماض في طريقه وأن الشعب المصري سيواجه الإرهاب بكل قوة. هذه هي حفاوة المصريين بوطنهم، هذه هي الوقفة الحقيقية إرضاء لضمير المصريين نحو بلدهم نحو وطنهم نحو هذا التراب. اليوم رسالة للعالم كله أن مصر لن تركع ولن تسجد إلا لله سبحانه وتعالى. أنا بدعم إرادة الشعب المصري، يمكن البعض قد يرى أنني بدعم السيسي شخصه، لا 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 أدعم السيسي شخصه قد ما أدعم إرادة المصريين التي توافقت ولأول مرة في التاريخ الحديث حول رئيسا وقائدا يريدون منه أن ينتقل من الجهاد الأصغر كقائدا عاما للقوات المسلحة إلى الجهاد الأعظم والجهاد الأكبر كقائدا وزعيما لمصر. هكذا كان المصريون أمناء وأصلاء وكرماء حينما رأوا أن هذا الرجل الذي قدم حياته فداء لمصر والذي عرض حياته للموت والخطر والسجن والاعتقال وانحاز لإرادة المصريين في 30 يونيو ولم ينحاز إلى قوة سلطان غاشم وباطش ومستبد ولم ينحاز إلى السلطة بل أسقط السلطة لصالح الشعب وانحاز للشعب وانحاز لإرادة الشعب وعظم من إرادة المصريين وقدرهم أمام العالم كله. أنا بناشد الفريق السيسي أن ينزل على رأس الجماهير، أنا بقول له أمامك إرادة الشعب وألا يسقط هذا الوقت إطلاقا إلا وأن تستجيب لهذه النداءات وهذه الإرادة الشعبية الجارفة التي اتجهت إليك بقوة ليس عرفانا بالجميل بقدر ما هو ثقة في أنك ستتحمل مسؤولية مصر بقوة وصدارة وتقدم وحضارة. أنت في نظر كل المصريين إن لم يكن يعني إلا قلة قليلة جدا هي القلة الإرهابية، أنت القادر على استتباب الأمن حفظ السلام والاستقرار لهذا البلد الآمن إن شاء الله.